هنا علي قرأ من أيام أو سابقا عن الشيخ الشعراوي يعني ينقل بعض تفسير من الآيات الحجاب. شيخنا قبل أيام لما كنا في بيتكم مع إخواننا السعوديين ذكرت أحبان. ما شاء الله أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين اللامة. نعم أستاذي ذكرت قبل أيام لما كنا جالسين أنه للأسف بعض هؤلاء الذين يردون عليه ينقلون هذه الشروط شروط الحجاب التي يعني أنت أول من فصلتها بهذا التفصيل ولا الحمد كذا. فرأيت عجبا في رسالة للشعراوي محمد بن الشعراوي ينقل نفس عبارتك أستاذي، ولقد تتبعنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية فرأينا أن شروط الحجاب كذا، وذكر بنفس حروف الأستاذ. لكن للأسف طبعا ما عزا يعني نسأل الله العافية يهدوني يا بردوا علينا.